رجاء اجادير محمد علاء يلعب للاحمر للسند كويس قوي ويحرز الهدف محمد من تحت ادريس ياسين سهير فيصل يلعب علاء وينزل على الدايره يقدر يحط الشوط لحظه فوق فلفل حكيم يلعب الكره لسند من الشمال لليمين حلو قوي اسيستنت باص رائع على لاعب الدايره عملها على طول المصري يعمل هجوم خاطف تروح للاحمر ويحرز احمد الاحمر احمد الاحمر الابيض الذهبي الاحمر الناري احمد الاحمر هنا فلفل قفل الزاويه قدام هشام الحكيم وتروح مره ثانيه وتصويبه من مودي رقم 19 تخرج الكوره بره الملعب شاط الكوره بقوه عدلي اشرف ويرد على طول سند محمد سند على شمال ادريس ياسين ويتقدم منتخب مصر على المغرب عمل حلو قوي بتقنيه عاليه بهدوء وثبات انفعالي عايز يلعب الكره الاحمر يقدر يعدي الاحمر عدى بمهاره ينهي العباره رقم الابيض احمد الذهبي الاحمر الناري احمد الاحمر علاء يلعب الكره كويس للاحمر لمودي اللي يصوب ويحرز الهدف ليبرو بيغطي على طول تحت سهير فيصل تصويبه من بعيد من الثبات حلوه 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 لمودي يرجع للاحمر عدى كويس الاحمر ويصوب احمد الاحمر ويصوب الابيض الذهبي الاحمر الناري احمد الاحمر عمل كويس قوي قطع كويس قوي قوي اراه كويس قوي هاشم يروح ويحرز اول اهدافه في اللقاء محمد ممدوح هاشم استلمها كويس قوي بدأ مشواره مع نادي الزمالك من سفيان ثم سفيان الصياد عملها كويس المحترف في فرنسا استلم الكرة كويس قوي يهوش ويصوب ويصوب بقوة على شمال شوحو عبد الرحيم لاعب كف الخط الحكيم مودي احمد الاحمر يلعب الكره حلوه قوي العلاء اللي يسيب الكره حلوه اسيستنت باص رائع هدف بامضاء الاخوان علاء محمد علاء لاحمد علاء لوكا الكبير للوكا الصغير هدف من غير ما تتحير على شمال الحارس احمد الاحمر يغير اتجاهه كويس قوي يلعب لطه لكن يرجع ممكن يشوط طه ويصوب ممدوح طه لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر بيطلع من اعلى نقطة على شمال الشحري الابيض الناري 66 احمد الاحمر ما شاء الله عملها كويس قوي يسيب لعلي هشام نصر نفذ الكلام نفذ المضمون اللي قاله علي هشام محمد علاء لما قال كابتن مروان مين اللي هيعمل خطه فعلاء صانع العاب نفذ الخط الامامي عن طريق احمد علاء اللي استلم الكره حلوه قوي استلم الكره بشكل هجومي رائع لمنتخب مصر يخترق من اليمين من اتجاه احمد الاحمر من الدايره كريم هنداوي يلعب على طول وسام حلوه 25 وسام حلوه وسام سامي لاعب نادي سبورتنج ومنتخب مصر حلو قوي لعيبه كويس قوي ادريس ياسين وهجوم خاطف مره ثانيه وسام سامي يحرز هدفين متتاليين وبالتاكيد تروح لكاتونجا اللي يعمل هجوم خاطف كويس قوي لوسام اللي يصوب ويحرز الهدف وسام سامي يتصدى كويس قوي هجوم خاطف من مره واحده تمريره رائعه من هنداوي لبودي اللي خد الكره كويس قوي نقلها حلوه بدوره حلوه لسند محمد سند اسود الاطلسي الدفاع ولكن محمد ابراهيم يستلم الكره كويس قوي ويحرز الهدف لإسلام اللي يقدر يصوب من بعيد من الثبات كرة أرضية ويحرز إسلام حسن
اللي بدأ مشواره في كرة اليد من باكوس في اسكندرية ثم انتقل إلى النادي الأهلي ومن الاحتراف في تونس. شاطها الإدريسي يهاوش علي ويحرز علي زين الهدف على يمين ياسين إدريسي المحترف في فرنسا. الخط الأمامي في لاعب الدايرة اسلام عدى حلوة قوي اسلام حسن عدى حلوة قوي قوي اسلام حسن ويحرز الهدف عدى كويس يلعب لإسلام على طول عايز يصوب كرة من السبات على شمال شوحو السبات اللي فات صعب قوي الكرات دي عايز الفليكس عالي وعد ممنوع الاقتراب والتهديف ميم سين قاف مهارة سرعة قوة مهارة كاتونجا سرعة التمريرة ويصوب ولكن تيجي في العارضة وهجوم خاطف لوسام اسيستنت باص من هاشم لوسام سامي يحرز الهدف وسام سامي 30-11 فارق كبير. الحالية يلعب علي زين على الدايرة حلوة 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 اسيستنت باص رائع من علي زين لمحمد ابراهيم لاعب النادي الاهلي يستلم الكرة حلوة قوي التمرير رائع والهدف اروع يتقدم بيطلعوا لغاية حوالي 9 متر عشان يقفلوا خالص دي الكرة تروح اول كرات والهدف اول كرة في الجناح الشمال لحسام خضر لاعب نادي سبورتنج دخل حلو قوي فتح لنفسه كويس يلعب علاء يعدي كويس قوي يلعب كويسه قوي 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 اسيستنت باص رائع بالرغم من نقص العدد على انه اروع محمد ابراهيم يترجم التمريره من محمد علاء حلوه قوي في الجناح الشمال يشوط ممكن يصوب لكن سيبها لعلي زين من الباك الشمال يصوب علي زين ويحرز الهدف للقائمين علي زين يتقدم مع علي زين هدف بطولة افريقيا للشباب مواليد 90 يحرز الهدف المهاجم فاول مهاجم مظبوط وكاتونجا يلعب هجوم خاطف ولوكا بايد مبروكة ويحرز الهدف لاعب نادي الطيران استقرار دفاعي مع الهجوم الخاطف دخول للمباراة بقوة وتميز لمنتخب مصر علي زين يقدر يصوب زين ويصوب علي زين ويحرز على الشمال الحارس موتشي سينجو يكسر المنتخب المصري فاول مهاجم لانه لعب الكره غلط محمد علاء ينقل الكره على طول لمحمد ابراهيم اللي يحرز الهدف نتيجه خطا في التمرير محمد ابراهيم بدا مشواره الدولي في بطولة العالم ريفيرا فالدو ريفيرا لكن حلوة قوي اسلام حسن القناص استلمها كويس قوي وبودي لاعب نادي سبورتنج عملها كويس قوي استلمها كويس قوي ويعدي كويس ويعمل الهجوم الخاطف مواليد 90 كاتونجا المانع مودي الزكي الزكي 17 محمد مسيوني بخطوة واحدة بتكف واحد حلو قوي كويس هاشم تروح لخضر خضر على رجله اليمين ينط وبايده اليمين يحرز في الزاوية اليمين البعيدة كرة مفيدة حسام خضر يتميز يتجمل لمنتخب مصر الفارق لبودي لعلي زين حلو الاختراق حلو الهدف حلو الجول تقاطع في الخط الخلفي يقدر يعدي اسلام يقدر يخترق اسلام لاعب الغرافه القطري المحترف بدا المشوار من باكوس في اسكندريه ثم انتقل للنادي الاهلي ومنه للاحتراف في تونس ثم الى الغرافه ينزل على الدايره يعمل زياده عدديه علي زين يقدر يصوب علي زين طبعا اتفتح المكان علي زين في الزمان والكره في امان داخل مرمى شباك انجولا زين
يلعب الكرة حلوة قوي، يلعب الكرة رعات. صاحب مهارات ينهي العبارات، تمريرة حلوة حلوة حلوة. لا لا لا، اسيستنت باص رائع من لوكا. برضو تروح سهلة لمنتخب مصر. اسلام يلعب الكرة كويس قوي لخضر، حلوة حلوة حلوة. حسام خضر يلعب الكرة كويس قوي من الجناح الشمال، من هجوم خاطف رائع في الزاوية البعيدة. يحاول يمر، عدى كويس قوي، عدى كويس قوي بمهارة واختراق رائع من الجزائية. موتشينجو ويحرز الأحمر ويحرز الأبيض الذهبي الأحمد الناري. الرمية الجزائية يرجع تاني لأهدافه، كويس قوي، ويجري هاشم لوحده، يلعب الكرة كويسة لإسلام، وإسلام ويحرز الهدف. هايلة هايلة هاشم، هايلة هايلة، تغطية دفاعية للهجوم الخاطف، قطع كويس قوي هاشم، ويلعب بموجة ثلاثية جري فيها هاشم وإسلام والأحمر لإسلام. بودي يقطع من الجناح اليمين ممدوح، وتصويبة من الأبيض الذهبي الأحمر الناري. أنا موجود أفي بالوعود. من أنجولا يلعب لهاشم من على الدايرة، يلعب حلوة قوي قوي. أوه أسيستنت باص رائع 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 من هاشم لإسلام، يخلص الكلام ويحرز هدف تمام التمام. مرة تانية يقطع من على الدائرة طه، بودي كرة من ألعاب الهوى، يا 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 لا لا لا. الأبيض الذهبي الأحمر الناري، جملة تكتيكية رائعة، هات أشول خد أفضل وهدف أجمل. دفاع 3-2-1 من أنجولا، تصويبة من علي زين